السيناريو المنطقي والأقرب للعقلانية والأقرب للواقعية والأقرب لما يريده العراقيين كلهم أكرادا وعربا، هو أن تكون هناك دولة جيدة تحترم نفسها، تحترم شعبها في العراق، وتحترم حقوق الشعب العراقي، لديها سيادة، لديها قدرة على اختيار ضيوفها الذين يأتون وليس رغما عنها، سواء كانوا من البككة أو سواء كانوا من الأتراك أو سواء كانوا غيرهم. حقيقة نحن بلد مستباح، واستباحتنا ليست في دهوك البعيدة عن بغداد، بل في نفس بغداد. نفس بغداد هي مستباحة من قبل الأجانب، من قبل دول الجوار، من قبل ميليشيات تأتمر بأمر دول الجوار، فما بالك بدهوك. فالحقيقة ما يقوله يعني ما مستفائق حقيقة، بغض النظر عن الفورة اللي في داخله والغضب في داخله، وأنا أتفهم ذلك، فيه قدر من الصحة فيما يتعلق بخصوص ضرورة أن تكون هناك دولة عراقية سليمة تحمي أبناء شعبها عربا وأكرادا من أقصى قرية في كردستان العراق شمالا إلى أقصى قرية في جنوب العراق جنوبا وغربا وشرقا وإلى آخره. هذا هو السيناريو المنطقي الوحيد الذي ينبغي أن يعمل العراقيين عليه.